نسيت. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم غادي نهضر لكم على الفيضان خاص أكادير، مدينة أكادير إن زكان نوح ديال أكادير. هاجم عليهم العاصفة رعدية، أمطار غزيرة قوية وسبت لهم مشكل وسبت لهم فيضان. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. طلب بسيط، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 200,000 مشترك. طلب بسيط، انستغرام ديالي تلقاو في الوصف ديال الفيديو اول تعليق. هاجموا الانستغرام ديالي ودعموني اخوتي. كما شفتوا الفيديو في البدايه، فيضان خاص مدينة أكادير والنواحي ديال أكادير، وإن كان اش غادي نقول لكم كارثة. اليوم نهار ثاني في رمضان هاجمت عليهم العاصفة الرعدية، ما كانوش كينتظروها الساكنة ديال مدينة أكادير وسبت لهم مشكل. غرقوا السيارات، غرقوا الشوارع وسبت لهم مشكل. وهذه الطريقة، هذا الفيضان وهذه الأمطار الغزيرة، هذه هي طريقتها، هذه هي قاعدتها، والحمد لله والشكر لله جات في رمضان. أمطار غزيرة جات في أكادير والنواحي ديال أكادير، والأطلس الصغير حتى هو ما سمعت بأنه في توا أمطار غزيرة بواحد الطريقة خطيرة بزاف. الحمد لله والشكر لله على هذه الأمطار غزيرة، هذا خير تبارك الله خاص في رمضان. سمنا البارح وسمنا اليوم وتفاجئنا، أمطار غزيرة وفيضان قوي خاص في مدينة أكادير. تبارك الله هادشي كله زوين، نتمنى بإذن الله أمطار غزيرة دائما مرة مرة تستمر، وهادشي زوين بزاف. غادي تكون الطبيعة، غادي يكون الربيع، اكتشفنا ثلاثة الأسابيع تقريبا كلهم أمطار غزيرة، خصوصا في رمضان نهار الثاني في رمضان، واكتشفنا هاد الأمطار غزيرة اللي فرحت المغاربة ودائما كتفرح الساكنين ديال مدينة أكادير. وبالنسبة فيضان، أنا رأيي الفيضان ما هو السبب. الفيضان دابا خوتي ربما طاحت الأمطار غزيرة قوية مجهدة بواحد الطريقة صعيبة جدا، يقدر تستمر ساعتين ثلاث سوايع وكتسبب هاد الفيضان. اش غادي نقول لكم بعد الشوارع، دابا امطار غزيره ملي كطير كتكون قويه بزاف، من بعد كيتجمع هذاك الماء وكيتجمع هذاك الماء بزاف، او من بعد اخوتي كيسبب الفيضان في الشوارع، خصوصا مدينه اكادير. اكتشفنا الصباح ديال اليوم ابتداء من 10 تقريبا كانت امطار غزيره وفيضانات قويه، السيارات غرقوا، الشوارع غرقوا، اكتشفنا الاوديه خاص في اكادير. تبارك الله هادشي كله زوين، كلشي طوب وهادشي الخير. هذا راه ماشي مشكل، باش نوضح لكم، فيضان وامطار غزيره ماشي مشكل، نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس دابا ملي كتكون هاد العاصفه رعديه كتكون فيضان، القضيه كتكون زوينه، من بعد الطبيعه الربع كينوض، المهم كيكون كلشي زوين، وكتحط واحد الجمال رائع جدا، وكتحط واحد الجو نقي زوين بزاف. امطار غزيره ملي كتكون بزاف خصوصا في المدن كيتنقى بزاف الشوارع، ربما شي حاجه كتنقى، المهم بحال شي حاجه زوينه بزاف، كيكون الريح نقي. الفيضان انا رايي كما قلنا دائما كتكون هذيك العاصفه رعديه خطيره بزاف، امطار قويه بزاف، من بعد كطيح هذه العاصفه الرعديه، من بعد كيتجمع داك الماء، من بعد كيسبب الفيضان، من بعد الشوارع كتلقاهم الروبلات ديالهم ضعاف جدا، هذا هو سبب الفيضان. وانا رايي عادي جدا، ما كاين حتى شي مشكل، والفيضان دائما كيوقع ماشي غير في المغرب، عامه العالم كله كيوقع فيه فيضان. كنكتشفوا ربما امريكا، ربما كندا، ربما اسبانيا، تركيا حتى هي كيكون فيها هذا الفيضان وكيسبب لهم مشكل، ربما اليابان كيكون فيها تسونامي كيكون فيها فيضان، واسبانيا حتى هي كيكون فيها مره امطار غزيره قويه، وشفنا فرنسا وهادشي كامل عادي جدا ماشي غير عندنا حنا.
عامه العالم كله، والامطار غزيره ديال الله سبحانه وتعالى فقط، ماشي ديال شي حد. الله سبحانه وتعالى صفت ديك العاصفه وسبت الفيضان، عادي جدا ما كاين حتى شي مشكل. الخسائر رايي انا ما كاينش فيها كثير. اليوم اكتشفت بحثت وقلبت بانه فيضان كاين في مدينه اكادير، ولكن الخسائر ما كايناش الحمد لله والشكر لله. وامطار غزيره باقي مستمره اليوم غدا تقريبا شي يومين ولا ثلاث ايام، ربما غادي تكون بعض المدن في المغرب تكون فيهم هذه العاصفه اللي مجهده قويه وجات في رمضان، مهم بزاف. ورمضان مبارك سعيد للجميع، والله يوفقكم والله يسهل عليكم ما تمنيتو. قررت باش نشارك معكم هذا الفيضان كما شفتوا الفيديو في البدايه، مدينه اكادير انزكان البلايص كلهم فيهم العاصفه راه ديال اليوم في الصباح وسبت لهم فيضان، وعادي جدا الاوديه وداك الشيء كامل ماشي شي حاجه اللي خطيره بزاف. يقدر دابا غير الماء يتجمع في شي بلاصه والروقه المسدود وكيطلع داك الماء وكيسبب، وبعض الناس كيقول حكا راه فيضان هذا. اي فيضان فين كاين المشكل؟ ياك ما غرقوا الناس، ياك ما دا السيارات، ياك ما تهدموا المنازل، ما وقع حتى شي حاجه، عادي جدا. الله يجيب غير النفع باذن الله، ورمضان مبارك سعيد. غادي نبحثوا ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده على امطار غزيره وعلى الفيضان باذن الله. وعندي بعد الاوديه غادي نعاودهم من جديد وتفرجوا فيهم الناس اللي ما تفرجوا فيه، عادي جدا. اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. طرق بسيط انستغرام ديالي في الوصف ديال الفيديو، اول تعليق دعموني فيه، وغادي نبارطاجي معكم بعض اللقطات زوينه باذن الله. رمضان مبارك سعيد لجميع مسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. تحياتي لكم أخوة.